رجعنا لكم تاني في فن وهندسة، ودلوقتي فقرة وجها لوجه اللي هنتناقش فيها عن السبب الرئيسي لخروج منتخب مصر من كأس العرب. السؤال كان عن انت شايف السبب الرئيسي الإدارة الفنية نفسها أثناء المباراة، هل كان في الإمكان بنفس اللاعبين دول في غياب محمد صلاح وبنفس العناصر دي نقدم مباراة أفضل قدام تونس بنفس اللعيبة، ولا اللعيبة نفسها ما كانتش في أفضل مستوياتها وكيروش مش شايل الليلة؟ يعني السؤال كان نبص على النتيجة الاستفتاء الأول قبل ما نروح نتناقش أنا وعطا كده عن الفكرتين. ما شاء الله، يعني الإدارة الفنية المباراة 81% وتراجع مستوى اللاعبين 19%. مرزق عطا دايما.